نتوقف اللحظة ونتصل بالزميل محسن الموجود في الاستوديو رقم 2، الاستوديو الفني. إليك محسن، تفضل. شكرا فريدة، تحية مجددة لك لأميل لضيوفكم الكرام وكل المشاهدين اللي ما زالهم في متابعة شبكة قنوات التلفزيون الجزائري في هذا اليوم المفتوح لتغطية فعاليات محلية 2017 في البلاتو الفني. شباب كما شفنا من خلال مراسلي ومبعوثي التلفزيون الجزائري، كاين اللي راحوا إلى مكاتب الاقتراع لإسماع الصوت، كاين شباب جاؤوا لاستديوهات التلفزيون الجزائري من مجالات كثيرة حيسمعوا صوتهم يحكيوا على تجاربهم وطموحاتهم في الجزائر. أول ضيف من مدينة تيزي وزو هو حارس مرمى شبيبة القبائل للأمال أعمر وجيت. صباح الخير زلف لك. صباح الخير أزول في اللايك، صباح الخير كل اللي يتفرجوا فينا، وشكرا على الدعوة وعلى حسن الاستضافة. مرحبا بك أعمر أجيد، شاب من فئة الأمال شبيبة القبائل، وكما فريدة كانت صباح تغني مع نغم نحفظه كامل هامات المجد بصوت النجمة السعيدة ياسمين بالقاسم الحاضرة معنا هذا الصباح، نستقبلوها بعد ما نروحوا نستمتعوا مرة أخرى هذه المرة على المباشر عبر قنوات التلفزيون الجزائري. هامات المجد، من أجلك عشنا يا وطني. من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا، قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا، وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا. من أجلك تحيينا نزهو بالماضي في ثقة
من أجلك عشنا يا وطني عبر شبكة قنوات التلفزيون الجزائري في هذا البث المفتوح من الأستوديو رقم 2. تلتحق بنا النجمة صايدة ياسمين بالقاسم بالإضافة إلى حارس المرمى لشبيبة القبائل أمال أعمر أجيد. ياسمين صباح الخير. صباح النور محسن. صباح النور خويا. وش راكم؟ صباح إن شاء الله تكونوا بخير. ما شاء الله على صوتك. كيما سمعنا صوت أمال أو صوت ياسمين، إحنا الأمال تاعنا أنه الشباب كذلك يسمع صوته ويكون حاضر في هذا اليوم المهم جدا. نبدأ معك ياسمين. ياسمين، بداية مشوار فني بأغنية وطنية خالدة، كانت تقول مقبلة فريدة وأمين، أنه كامل حفظوا هذا النشيد، ونظن كنت حفظته كي كنت تقراي عاودتي في 2017 باحساس اخر وحتى في التوزيع الموسيقي جديد. فوالا جوستومون حبيت نمد روح جديده للاغنيه ولا جانب اخر ما كانش باين في الاغنيه هذه. مديت له بوكو بلوس الاحساس تاعي واش حسيت كيما كل مواطن جزائري يحب بلاده. مديت كاع شغل لميتهم كاع وخرجتهم في الاغنيه هذه. بون مديت له توزيع جديد ثاني، كانوا يستعملوا باتري وآلات موسيقية شغل حماسية لبث الحماس. أنا حبيت نضوي على الكوتي تاع الإحساس. صح، لأنه الحمد لله بلادنا الحبيبة مرت ربما بفترات صعبة بالاستعمار ولا حتى في فترة سابقة، الآن الحمد لله في استقرار، وبالتالي حبنا للوطن باقي لكن التعبير عنه يختلف. أنت تعبري من خلال أغنية، وأعمر أجيت من خلال الرياضة. نعرفوا أن الرياضة خاصة كرة القدم هي الأكثر شعبية. أنت راك في شبيبة القبائل أعمر، وين راك تمثل لون الفريق يعني الأخضر والأصفر. هل من طموحاتك المستقبلية انك تمثل الالوان الوطنيه وتكون مثلا في المنتخب الوطني الجزائري؟ بيان سور، لما لا تلتحق بالمنتخب الوطني وتمثل الرايه الوطنيه وتلعب على الجزائر، باسكو ماشي كيف كيف الشعور كيما تلعب فريق نادي وتلعب فريق وطني الذي يمثل الجزائر. واش الفرق بيناتهم؟ هو احساس ومسؤوليه كبيره كما تمثل فريق مثل شبيبه القبائل، مم هو كبير على معروف قاريا. صح، ولكن في المنتخب الوطني احساس اخر. صح، شعور انك تمثل وطن كامل من خلال الرياضه، من خلال الفن وكذلك الرياضه. ياسمين وعمر، حبينا نبداو معكم هذا البلاتو. خيره شباب الجزائر ما شاء الله عليكم. تدرسوا، والصدف انكم عندكم تخصص واحد. كنت كملتي ياسمين قريتك؟ سي بون، كملت انا قريت علم النفس. صح، كملت من بعد رحت للموسيقى. صح، وعمر تحصلت على شهاده البكالوريا العام اللي فات. نعم، وتبعت سيونس سوسيال علوم اجتماعيه اللي ان شاء الله في دوزيام اني ان شاء الله نتبع بسيكولوجي علم النفس. اكيد علم النفس من العلوم المطلوبه. هل تشوف ان هناك علاقه بين علم النفس والرياضه؟ بيان سور، علاقه كبيره، ونقدر نقول لك نعطي لها لاموت انايا شخصيا بنقطه شغل 80% عند انا طلعت. وين كيما يكون مورالمون طالع بارابور لي كاباسيتي تاعو يقدر يؤدي مباراه جيده. صح، حنا نشوفوا انه شاب في الجزائر عنده ميولات بزاف، عنده مجالات بزاف. ياسمين مثلا وعمر، انا حبيتكم انتم تكونوا المثال باش توجهوا رساله للشباب اللي راهو يشوف فينا في هذا الصباح، خاصه راكم مختصين في علم النفس، بالك تقدروا تمرروا رسائل بشكل سريع. هل ولا وش هو السر في بالكم انتم نجحت الواحد يوصل للهدف تاعه ويحقق الحلم تاعه في بلاده؟ نبدا معك ياسمين. باش تحقق حلمك لازم تكون مأمن بنفسك ديجا بالدرجة الأولى، وتكون مأمن بموهبتك، ومن بعد العمل ثم العمل ثم العمل. لازم واحد يخدم ويأمن بروحه سيغتو. عندك 10 على 10 ربحتي الاختبار. عمر، أنت راك في مجال الرياضة، حكيتنا على الطموح تاعك، وراك في مجال الدراسة، واش تقول الشاب اللي راه يشوف فينا في هذا الأثناء قاعد عنده طموح بصح يقول لك أنا ما نبداش بالك ما نوصلش وراهو يكون يائس نوعا ما؟ أنا نقول للشاب إن فوا يدير خطوة للحاجة اللي يحبها يكمل ويخدم الخدمة سيرتو ويصبر. صح، مالغري
حاجه اللي تعرقلو توجور يصبر ويخدم يدوبلي لي زيفور كاع. صح، تكون عنده الاراده. وفي كل مره احنا نتعرفوا على شباب جزائري نعرفوا عنده الطموح والاراده للوصول الى الهدف وتحقيق الطموح تاعو في بلادنا الحبيبه اللي هي كامل تلمنا، خاصه انه محتاجه لكل واحد، محتاجه للفنان، محتاجه للرياضي، محتاجه للطالب، محتاجه للعامل. كلنا احنا نبنيو الجزائر، ومع نبني الجزائر هو شعار الانتخابات المحليه ل 2017. ياسمين، بدايه مشوارك الفني خيرتيها تكون باغنيه وطنيه، اكيد راح نستناو ياسمين بالقسم في اعمال جديده. هل مستقبلا راح تولي الى الاغاني الوطنيه هذا اولا؟ وهل تفكر ياسمين انها تعاود نشيد اخر، ام راح تبحثي على كلمات جديده؟ لانه كما قلنا كي تبدل الوقت دوك الشباب تاع اليوم عنده نوع من الموسيقى يسمعوا، بالتالي باش تمرر رساله لازم تحكي معه باللغه اللي يفهمها. شوف جوستمون كي حكيت على الشباب تاع اليوم زعما ماروش يسمع هذا الستيل ولا ديجا، اكبر دليل على انه الشباب تاعنا ولا الشعب تاعنا راهو عنده قابليه باش يستقبل اي حاجه نقيه نظيفه وشابه. لا بروف الاغنيه هذه ولا النشيد هذا تاع من اجلك عشنا يا وطني، ديجا راهو سيغ يوتيوب راهو ما بقالوش يلحق مليون فيو، ميم با شهر، في ميم با شهر ديجا. صافي صافي بليزير، صافي هنا تفهم باللي الشعب عنده قابليه انه يستقبل حاجات شابين. صح، برك انت مدلو برك، وخاصه لما تعلق بالبلاد. يعني اغنيه من اجلك عشنا يا وطني كامل حفظوها، سمعناها بنفس جديد، احساس عالي، تغنت من القلب، نظن حاجه اللي تخرج من القلب توصل للقلب. اكزاكتومون، هذه هي. فيما يخص اذا كان راح نعاود اغاني ولا اذا كان كاين كلمات في نفس المستوى تاع هاد الاناشيد اللي داروهم بكري، وسيرتو في الانشوده هذه اللي خيرتها انا، باسكو انا عندي بور موا هذه اجمل انشوده تتغنى بالجزائر، من اجلك عشنا يا وطني، على بها خيرت نعاودها جوستومون. اذا كان كاين كلمات في المستوى يكتبوهم دوكا علاش لا، افيك بليزير نغني لبلادي علاش لا، وبالك تكون كاين مشاريع نعاودوا اغاني قديمه ان شاء الله. ان شاء الله احنا بطلب من كل الزملاء بالفرقه التقنيه في الاستوديو رقم 2 بشكل خاص المخرج رستم بن ناصر، حاب تعودينا مقطع من اجلك عايشنا يا وطني هكذا بدون موسيقى على المباشر. يا سائل عرب ملتنا دين الاسلام واخينا، هامة المجد مرابعنا، والله الحافظ يحمينا. يا سائل عرب ملتنا دين الإسلام وأخينا، هامة المجد مرابعنا، الله الحافظ يحمينا. من أجلك يا من أجلك يا وطني. الله الله الله، يعطيك الصحة ياسمين، مازالك معايا عمر كذلك. كما تشوفوا مشاهدينا أصوات الشباب في استوديوهات التلفزيون الجزائري، كان كذلك قام بإنتاج العديد من الأغاني المصورة، وين شباب من شرق غرب وسط وجنوب الوطن سمعوا صوتهم، عبروا عن حبهم للوطن بحب الجزائر، تسلحنا من بين النغمات لحضرة التلفزيون الجزائري لهذا الموعد المهم جدا. اسمعوا كيف كيف ونرجع لكم، ابقوا معنا. في الشدة يتماسك
ألوان الموسيقى الجزائرية حاضرة معنا هذا الصباح عبر شبكة قنوات التلفزيون الجزائري. أصوات الشباب بكل اللغات بكل الطبوع الغنائية من مختلف ربوع بلادنا الحبيبة جاوا باش يسمعوا صوتهم من خلال التلفزيون الجزائري. في انتظار كل شباب اللي يشوفوا فينا يروحوا يسمعوا صوتهم كذلك في مكاتب الاقتراع. إلى الراب، هذا نوع الموسيقى اللي يحبه الكثير من الشباب. من بين نجوم هذه الأغنية صالح ربيعي المعروف بمايسترو في أغنية الراب خصيصا لهذا البث المفتوح، أغنية جزائر بلادي. بلادي دي زاد حبي ليها زاد، ماني خاص في العباد، تحيا الارض جهه جبال وبحور فيك بلايص شابين، مي دوماج غبنوك ماناش فيك سامحين، علمك طالبين علم البلدان، علمك طالبين علم البلدان، تاريخ يكتب مازالو لحد الان، تاريخ يكتب مازالو لحد الان، في الشده بيناتنا صحيبان، في الشده بيناتنا صحيبان، خليها شفايه في الاديان. نجمة ولا لقدرك عالي، شفت ربو دي زاد في السماء يلالي، نفديك بروحي نفديك مالي، واليوم عليك نكتب قوالي. مون بي مون بي مي اموري، مون بي سي لانجيري، مون بي مي اموري، مون بي مون بي مي اموري، مون بي سي لانجيري، مون بي مي اموري، مون بي مون بي مي اموري، مون بي سي لانجيري، مون بي mon pays, l'Algérie, mi amore, mi amore. Algérie, mon pays, mi amore, l'Algérie, mon pays, mi amore. راكي ديما في بالي أرضي وأرض جدادي،
شكرا شكرا جزيلا لصالح اللي حيكون معنا بعد قليل. شكرا لياسمين بالقاسم كانت حاضرة معنا هذا الصباح، وكذلك أجيت عمر، ونستقبل شباب آخرين بعد قليل، والعودة إلى فريدة وأمين. شكرا جزيلا لك محسن. استمعنا لهذه الأصوات الشابة الواعدة بكل اللغات تتغنى بالجزائر وبحب الجزائر. نعم محسن، زملائنا في البلاطو الفني نسعد دائما بالتواصل معكم من الحين للآخر، ونتابع أيضا مواصلة أو نواصل هذا اليوم المفتوح.